أولا هو مو مغيب، ولكن أنا ذكرت في لقاء سابق أن السيد المالكي تورط بقوى الإطار التنسيقي حقيقة. هو فائز، هو غير مجبر أن يجلس الآن مع المعترضين والخاسرين. اليوم الإطار التنسيقي يمثل المعترضين والخاسرين، فليس من المنطقي أبدا سياسيا ولا حتى يعني انتخابيا أن يكون فائز جالس مع مجموعة من يعني عندهم مشكلة يعني مع الانتخابات جالس على مضض والخاسرين انتخابيا على مضض. هو مو جالس على مضض. شوف عزيزي عدنان، خلينا نوضح للناس في القصة مهمة. اليوم الشك هو القانون الحاكم في العلاقات السياسية الشيعية. الكل لا يثق في الكل والكل يشك في الكل. نخلي هذه قاعدة ومن أساسا ننطلق. سيد الكاظمي حسابها سيد المالكي حسابها حساب سياسي، وهو رجل سياسي ومتمرس وعنده 8 سنوات خبرة في إدارة الدولة، زائدا الأمين عام لأقدم حزب إسلام سياسي شيعي اللي هو حزب الدعوة. اليوم خروجه دا خارج الإطار يعني يجعل دولة القانون بأصواتها فريسة سهلة أمام التفوق الكاسح للتيار الصدري. وبالتالي وجوده في الإطار ليس قناعة. هذا تحليلي، قد لا يكون صحيح، ولكن هذا تحليلي. وجوده في الإطار ليس اقتناعا بما يقوله الإطار، ولكن للحماية فقط لا أكثر. بس مثل ما هو كثير من القوى السياسية، أنت تعطينا صورة عن السيد المالكي، ليست قناعة في الإطار السياسي، وإنما حماية لها وجودها بهذا الإطار.